مصر؟ لا فينيش. ها نمشي قدام تقيل الجلد زي الجلد الليلة. دق دق زي الدق. طيب نمشي قدام. في جنجويتي، جنجويتي وسخ. طبعا الجنجويتي ده يعني الناس المليونية تعالوا اسمه الجنجويتي ده بقول شنو. في جنجويتي تابل الدعم السريع، وطبعا ما في حاجة اسمه دعم سريع جنجويت. فالمهم رسل لكم رسالة كده تعالوا اسموها، انا بفندها بعدين، انتوا بس تعالوا اسموها بس. الناس يعملوا لنا شير يا جماعة، اعصروا اعصروا اللايف ده، اعصروا اعصروا، لانه اللايف ده بقطع شرق غرب جنوب شمال، بجيب الشعب السوداني كله. اللايف ده لايف قومي يا زول. طيب اسمه الجنجويتي ده قال شنو؟ عليكم يا شباب. طيب انا ما قادر اعرف انه الشعب ده فهم شنو والبرنامج شنو بالاتي كده بالضبط كده. يعني انت الليلة عملت مليونية، عملت مليونية، ماتوا 10 شاب. بكرة تاني عملت مليونية، ماتوا 5 شاب. بعده عملت مليونية، ميتين 3 شاب. فانت الكلام ده يقدروا يستوعبوا يا شاب. ما يكون مخك مقفول، ما يكون انت كولي امري مخك ما يكون قافل كده كده. احنا هنفقد الشباب بكمية كبيرة مرة واحدة، هنفقد الشباب والله. انه اللي بيحصل في السودان ده شيء مؤسف جدا جدا، شيء مؤسف والله، شيء مؤسف. انا ما اقدر، ما اعرف كده انه انا قدرت اوصل لكم الرسالة دي ولا ما قدرت. يعني ده حسب الفهم اللي انا عندي. انت كولي امري امسك ولدك معاك في البيت، امسك بنتك اهتم بيها، ما تمشي تجي تقول لي ولدي شهيد. جنجويتي وصل لكم رسالة لأنه يعرف حميتي ده بموت بموت، لأنه الأمن الوطني نعم، الأمن الطلابي نعم، الدفاع الشعبي نعم. هو طبعا ما قرأ التاريخ بتاع كمية الملايشة الزمان كلهم، أما اللي نام شفتها قتلناهم زد شفتها فنشناهم، هو عارف الكلام ده. فما في مليشة في تحكم دولة، ما في مليشة بتحكم دولة، ما في مليشة. مش السوار قالوا؟ فأرسل لكم رسالة يا سوار، قال لكم انتوا طالعين لشنو؟ المفروض تتطيزوا وترجعوا. شوف الجنجويتي. لا البلد ده انا اخليها حق ابوه. ها جنجويتي عفن لابس كاك بتاع الدعم السريع، جنجويتي مجمل قال داري اوريكم انتوا تطلعوا ولا ما تطلعوا، وامسك بيتك وامسك ولدك، وولدك لو طلع مات ما تقول ليه شهيد. شوف جنجويتي عفن مجمل داري يتكلم مع السوار. يخلق الله ما اقولها يا حبيبنا يا روح امك. طيب نمشي قدام. نمشي قدام. تحياتنا والله، تحياتنا تحياتنا، شاركم كويس الليله. اللايف ده انا ذاتي ما بطوله. طيب هنا الليله قلت لك اللايف ده كله تلخيص، بس قاعد نلخص فيه، بس كله تلخيص، نلخص البرنامج ده بالضبط. طيب في واحد بتاع شرطه يمكن عارفينه كلكم، لايف ده لايف قومي يا جماعه، لاف في شرقه وجنوبه وشماله، ده بتاع شرطه. قتلوا ناس الدعم السريع، هدى دي جثته هنا، بقت جثه هامده. فيا هدى بتاع الشرطه ده ملازم، طيب قتلوا ناس الدعم السريع. طيب الزول ده ملازم، الدوله ده ما حق ابو الكيزان، ما اي زول ملازم ولا ملازم اول ده كوس، وما اي استاذ كوس، وما اي مهندس كوس. ما انت في النهايه لو اتخرجت هتشتغل في الدوله، الدوله ده ما حق ابو الكيزان، بالذات الرتبه الصغيره دي، الرتبة الكبيرة هدرة 89 دي ممكن دي مجرمة. ما أي زول تعين لك ده رتبة ولا أي قاضي ولا في قضاة فصلهم تعسفيا وضباط فصلهم، خلاص معناته ده كان ضابط في قوات الشعب المسلح، لكن هو استنكر كلام البشير ورفضه أصبح متقاعد في البيت. كوس ما وقف معك. طيب الزول ده شرطي، أنت هسي قلت يا أخي شرفاء بتاع الجيش أنا كثوري دايرهم يجيفوا معي. طيب لو وقفوا معك وشالوا الوسخ ده بره وشالوا الجنجويت بره، هتقول لهم بعدين انتوا كيزان ولا هتقول لهم انتوا وطنيين؟ خلينا نكون منصفين يا ناس. طيب زول ده ملازم بتاع شرطه ماسك لك جسم، قبط لك جنجويت كده ما عارف، حشرهم لك في الحراسه مع مجرمين. جو حنسوه قال لي يا اخي اطلق اسراهم، قال لا قانون بس، قانوني يا جنجويتي. المهم الجنجويت طبعا زي ما عارفهم فاتوا للبيت قدام اسرته قتلوا. تخيل ما قتلوا في الجسم، فاتوا للبيت. انا ما قلت لك ما في قضاء، ما في محكمه
لا تقول لي شرطة، لا في محكمة، لا في قاضي، القاضي ذاته مش في البيت دلبت بطلقة. الكلام ده حصل في دارفور 100 مرة. لو فتحنا بلاغ كويس دايرين نمشي نتابع بلاغنا ده، ولا يا اخي ناس الدعم السريع جنجوي الطوارئ بمشي شنو في الحراسة في كوزولهم بيشيلوا. عشان كده قلت لهم يا جماعة الناس بتاعت برسالة للناس كتيلة، انه الجمال ده اول حاجة الجمال ده يا جماعة ناس كتيلة، دي رسالة للناس كتيلة، ربنا يرحمه الضابط ده. وعشان تعرفوا البلد خلاص انتهت، طالما في جنجويد ما في اي بلد ملايش يوميا جايين سنتر افريك وتشات والنيجر المهم جايين لكم بالالاف. رسالة تانية للناس كتيلة، ناس كتيلة والزول في اللايف ده ما يهم من كتيلة، ها اضرب لناسك ديل. اول حاجة الجمال ديل حجزهم، والجمال ديل بقى شوية بجوعوا، الجمال ديل ممكن يجي يشيلون بالقوة بالليل. الجمال ديل يا جماعة انت اتبروا منهم، قولوا يا جماعة هوي تعالوا يا جماعة الزول الكتل الناس ديل اقبضوا اقبضوا طوالي جاكم هاي يا جماعة هاي يعني احنا زولكم ده يخلي الدين الدية بتاع زولنا زي ناس مرنة ما قتلوا الزول ذاته بس مات جنب القرية بتاعت مرنة قال لي يا زول تدونا دية شيلوا دية زي بتاعت ناس مرنة 25 مليار كف حطوها في جيبكم. عندكم زول جريء خيموا انه الجرحة دي بكم حطوه في جيبكم، شوفوا الزراعة اللي اكلوها قيموها وفي كلهم القلبي ده قلبي ما تقبضوا قلبي ده يا ترش سم في الواطة الكلام ده واضح يا تدقهم ذخيرة يا تغميتهم كده توديهم تبيهم وتبدلهم بسلاح ولا في ان شاء الله توديهم نيجر. كلمناك شغلة دي ما قادر لها عشان ما تورط نفسك ساكت. دولة جنجويت انت بتتكلم فيها قانون، انا ما جبت لك الضابط ده عشان دير اعمل لك مقارنة. افهم يا سوداني يا بلي افهم. شفت الضابط ده اعتقل اثنين جنجويد، جوج جنجويد قال له جنجويد ما في حاجه اسمه ده مسري، جوج جنجويد قال له فيكم قال ما فيكم قانون، فاتوا للبيت كك 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 قدام اسرته قتلوا. يا تو قانون انت بتتكلم فيه ما في يا قانون عشان نديك لها تاخذه. قتلوا لك زول داير يدفع لك دية قص الجمال ده بالذات الجمال ده نهاية ما تقبضه ما تقبض شيلوا يا دول دقهم ذخيره يا ديم سم في الزراعه حقك ده يا المهم يتصرف يا جيب لك شفت زيت اسات عشان مودي ما يبلد بيشتروا منك حرامي راجل. طبعا عندك شغله لكن انت بتودي الجسم هسه رايك شنو؟ رايك شنو في الملازم ده؟ رايك فيه شنو؟ عليك دينك لسه هسه برضه ما اتعصت ده ملازم ملازم رئيس بتاع الجسم يهودا يهودا اصبح جثه حامده هنا في المحل دي يهودا دارت تقول لي لا لا والله لا لا يا احمد ده كورس ها دي قتلوا قال له انت 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 ما شايف هيمتي ده الناطق الرسمي باسم الشعب السوداني قال له هيمتي شنو الناطق الرسمي غانون بس قال له الغانون ده زمان انتهى مجرد ما البشير الكيزان سقطه القانون انتهى ما في قانون القادر ياكل الضيف. تقول لي قانون يا روح امك انت. طيب نمشي قدام طيب نمشي قدام اوكي نمشي قدام. طيب عشان انا دار اربط لك الموضوع ده بالكيزان الليله برضه في مكالمات صوتيه بتاعت كيزان كده لازم نجيبهم برضه في كميه كده بتاعت كيزان لكن انتوا وروني الصوت ده صوت منو الصوت ده صوت منو. بعد ذاك انا بجيب لكم صاحبك ذاك بغال بغال برضه قال شنو انا العساكر والرشوه المهم انتوا بس افهموا شوفوا الصوت ده بتاعت منو. الان اريدك تحذف كل من الجروبات الموضوع اللي انت منزله ده ما تكون يا اخي كده يا بقال ده شيء الناس كانوا منتظرينه وكانوا بيقولوا يا اخوانا وين المسيرات وين المسيرات يوم بقرروا المسيرات انت تطلع علينا بالكلام ده وتجي تصبط همم الناس يا اخي لو سمحت بالله عليك الله احذف موضوعك ده من كل الجروبات. بغال طبعا قال كلمه عشان كده قال له احذفوا من كل الجروبات الكلام اللي قلته ده شيلوا احذفوا من كل الجروبات. بغال قال شنو انا هجيبه لكم لكن الزول ده زي اسمه ذاك اسمه منو يا جماعه اسمه منو يا اخي اللافي ده يا اخي اسمه منو يا اخي اسمه عبد الله منو كده عبد الله مسار كده زيه كده صح كذا نسمكم المكالمة الصوتية الثانية
مرحبا بالإخوة في قروب سكناب للأخبار. أخونا بقال، يا بقال يا أخي، نحن لينا شهور ولا سنين منتظرين مسيرة زي دي عشان العالم يعرف إنه القوات المسلحة مسنودة بالشعب. أنت تجي الحاجة اللي نحن كنا منتظرينها بالسنين، تجي أنت تجي اليوم عشان تفرتك القصة دي؟ ما صح منك والله البقال الكلام هذا. القوات المسلحة مجبرة على كل اللي عملته قبل كده، مجبرة من الخارج، مضغوطة من الخارج، مضغوطة من الداخل، وناسنا ناس الموز أكلوا الموز وقعدوا في البيوت وخلوا الصعاب. ناس الموز اكل الموز وقعدوا في البيوت ما جابوا اي حاجه. اكيد تكون عبد الله بس عارف. لكن انا بجيب لكم المكالمه الصوتيه.